تعالوا نروح بقى لل يعني مش هقول الاهم، لكن اللي بتنتظره جماهير النادي الاهلي، وطبعا استعدادنا لمباراه المريخ ان شاء الله. النهارده الفريق بيواصل تدريباته علشان طبعا المباراه المرتقبه يوم السبت. مستر موسيماني كالعاده بيقعد مع الفريق قبل التمرين. كان في النهارده تمرين، اعتقد تمرين قوي جدا، اجتمع موسيماني مع اللاعبين اجتماع مطول قبل التمرين، اتكلم معاهم عن اهميه طبعا المباراه، مباراه المريخ، وكان حريص جدا جدا على كمان توجيه اللاعبين في الجوانب الفنيه والجوانب التكتيكيه. النهارده حضراتكم عارفين ان طبعا ان شاء الله بعثه النادي الاهلي هتسافر بكره السودان الساعه 4، هيخد النادي الاهلي يمكن مرانه الاول والرئيسي بعد بكره اللي هو يوم الخميس على ملعب الجوهره الزرقاء بالعاصمه السودانيه الخرطوم بدل من الجمعه، زي ما قلنا برضو هنا في البيت الكبير ان يوم الجمعه يمكن انشغال الملعب بمباراه الهلال السوداني وصن داونز ده في دوري الابطال، والنادي الاهلي ان شاء الله هيخد تمرينه الختامي يوم الجمعه اللي جاي ان شاء الله على احد الملاعب الفرعيه يعني القريبه جدا من يعني اقامه بعثتنا. طبعا استعداد اعتقد على قدم وساق، لان المباراه ان شاء الله مباراه مهمه جدا جدا. في اخر التمرين النهارده كمان موسيماني عمل تراي ماتش، وده يعني كنا يعني بنقول ان هذه النوعيه من التدريبات كمان بتفيد على مستوى الفريق الاول وعلى مستوى قطاع الناشئين. عمل النهارده تقسيمه او تراي ماتش ما بين الفريق الاول وفريق الشباب بالنادي، اختتم هذه الفقره من التمرين، وكان فيها الحقيقه تنافس شديد جدا جدا من كل اللاعبين. كل اللاعبين يعني عندهم حماسه كبيره جدا وكلهم متفائلين، واحنا كمان متفائلين زي ما حضراتكم شايفين على الصوره. كل اللعيبه الحمد لله متواجده بشكل كبير، بدري بنون كل اللعيبه، حتى اليو دانج النهارده كان متواجد في التدريب، التدريبه كانت قويه جدا النهارده، وكمان كان حريص موسيماني كمان على زي شايفين كمان وليد سليمان ان شاء الله باذن الله يكون له دور كبير ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء كل الله. كل اللعيبه موجوده باستثناء طبعا سداسي الاهلي، سداسي الاهلي ما ننساش اللي شارك في مع المنتخب الاول في مباراتينه اللي فاتوا مع كينيا وجزر القمر، بكره ان شاء الله ينتظموا في التدريبات زي ما قال كابتن سيد عبد الحفيظ. النهارده كابتن سيد بيقول انه السداسي الاهلي اللي شارك في معسكر المنتخب الوطني لمباراه جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية بكره إن شاء الله ينتظموا في التدريبات الجماعية، ومستر موسيماني محدد لهم برنامج من دلوقتي، برنامج استشفائي للعيبة الستة دول هيتم تنفيذه من بكره إن شاء الله. عارفين إنه المنتخب الأول ضم من لاعيبة الأهلي طبعا في مباراة جزر القمر ستة من لاعيبته، كان على رأسهم محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، محمد هاني، كل دول مش موجودين الحقيقة كانوا النهاردة، كان برضو كان غايب السلية، أفشة، محمد شريف كمان. النهاردة حتى في الصور اللي احنا شايفينها إليو ديانج بينتظم خلاص في التدريبات الجماعية بعد ما رجع النهاردة الفجر، وصل للقاهرة بعد ما انتهت مشاركته في معسكر منتخب بلاده مالي، والنهارده بيشارك ديانج في التدريبات البدنيه الجماعيه زي ما احنا شايفين. عمل كمان جلسه يعني جلسه خاصه تدريبات استشفائيه قبل ما ينطلق تمرين النهارده. كمان انتظم النهارده ثنائي المنتخب الاولمبي صلاح محسن مصطفى شوبير في التمرين، الثلاثي الباقيين بقى في الاولمبي اكرم توفيق، طاهر محمد، احمد رمضان باكم هينتظموا ان شاء الله برضو بكره. في خبر مهم كمان عن لاعبتنا المصابه محمد محمود، كريم ندفد، محمود متولي، الثلاثي المصاب اللي وصلوا النهارده تنفيذ برامجهم التاهيليه المحدده لكل واحد فيهم. يمكن الثلاثي النهارده بيؤدوا جانب من التدريبات البدنيه والتاهيل في الجيم، خلاص يعني ان شاء الله يكون في عوده ليهم قريبا قريب جدا الفريق بإذن قريب الله. جدا جدا كل ان شاء الله لاعبتنا، احنا محتاجين اللعيبه بصراحه بشكل كبير جدا، كل اللعيبه كمان المصابه عندنا قماشه كبيره جدا، عندنا لعيبه مميزه، لكن عوده المصابين زي ما شايفين مثلا عوده وليد سليمان، خلاص وليد سليمان جاهز للمشاركه في المباراه، يتوقف طبعا على الرؤيه الفنيه لمستر موسيماني امتى يدفع بوليد سليمان، لكن عوده كل مصاب، عندنا محمود متولي لعيب هايل، رجوع كمان ناصر ماهر اعتقد هيكون مكسب كبير جدا جدا، فاعتقد كل اللعيبه المصابه النادي الاهلي داخل على مرحله اقدر اقول مرحله صعبه، مراحل طبعا توالي المسابقات، هنطلع من دوري افريقيا، هنرجع على الدوري وهنرجع على الكاس، فان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا ان شاء الله بدايه من مباراه المريخ يوم السبت اللي جاي.